وللحديث أكثر عن مشروع التنمية، طريقة التنمية والتقارير الدولية التي تتحدث عن عدم دراسة حكومة السودان لجدوى المشروع في ظل الفساد والانفلات الأمني الذي يعيشه العراق، ينضم إلينا عبر سكايب رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر الأستاذ مصطفى كامل. حياكم الله أستاذ مصطفى. حياكم الله وحيا مشاهديكم الكرام. حياكم الله أستاذ مصطفى. بداية، ومنذ اليوم الأول وحكومة السودان تحاول وضع مشروع التنمية في إطار المنجزات الكبرى، هل تمت دراسة المشروع والتحضير له على النحو الذي يمكن أن يستفيد منه العراق فعليا، أم كما يقول معهد كارنيجي أنه لم يستوفي جدواه؟ بالتأكيد هذه مشروعا كهذا يفترض أن تقوم الجهات المعنية في أي دولة بدراسته بشكل جيد من كافة جوانبه، ولكن نحن نعلم طبيعة ما يجري في العراق منذ احتلاله، حيث يجري تسويق المشاريع الوهمية أو المبالغة ببعض المشاريع وكأنها إنجاز كبير وحصري لهذه السلطة أو غيرها أو لهذه الوزارة أو لغيرها، وجرت مبالغات كبيرة في مشروع ميناء الفاو، وجرت مبالغات كبيرة في مشاريع أخرى، والآن يجري التضخيم هذا المشروع. أولا، هذا المشروع، فكرة هذا المشروع بل والخطوات الأساسية فيه كانت في ذهن الدولة الوطنية في العراق منذ نهاية عقد السبعينات، وبالفعل ففي تلك المرحلة ومرحلة عقد الثمانينيات أنجز العراق خطوطا سريعة بأكثر من 1000 كيلومتر، وكانت الأولى في منطقة الشرق الأوسط وعلى مستوى الوطن العربي. لم تكن هناك أي دولة، لا في تركيا ولا في إيران ولا في الأقطار العربية طبعا ولا في أقطار الخليج العربي، هناك مشاريع خطوط سريعة. العراق قام خطوط سريعة ربطت البصرة ببغداد وبغداد بالحدود العراقية الأردنية وبالحدود العراقية السورية، ولولا ظروف العدوان الإيراني على العراق لكانت المرحلة الأخيرة من هذا الخط السريع قد أنجزت، وهي من بغداد إلى الحدود العراقية التركية. أعني بذلك أن هذا الأمر قد نوقش وبوشرت خطوات فيه حقيقية في سنوات ماضية، أما الآن فيراد تلميع هذه السلطة بإنجاز هو في حقيقته إنجاز مفيد للعراق، ولكن نحن نعلم طبيعة ما يجري، وبالتالي فإن هذا المشروع إذا سنحت الفرصة ووجد طريقا إلى التنفيذ فإنه لن يؤدي بالنتائج الحقيقية المرجوة منه، لأن هناك يعني مشاكل عديدة تكتنف هذا الموضوع، وهناك معوقات كثيرة تحول دون إتمامه من جهة، وحتى إذا تم تحول دون تشغيله بالطريقة الصحيحة. وبالتالي فما قاله معهد كارنيجي أن هذا المشروع لم يدرس جيداً، أنا أعتقد هذا تقييم حقيقي، أنا أتفق معه إلى حد كبير. يعني تحاول حكومة السودان تصوير هذا المشروع كمنجز كبير لها، هل يعني لجعله لربما بابا من أبواب الفساد والتمويل وغيرها من هذه الأمور، أم أن لحكومة السودان حسابات أخرى؟ من الحسابات التي لهذه السلطة، سلطة الاحتلال التي يرأسها محمد الشيع السوداني، هناك العديد الحقيقة من الحسابات. أولا، موضوع الفساد، وهذا عامل أساسي مهم يحضر في كل المشاريع التي تحصل في العراق. عملية المبالغة بهذا المشروع أو ذاك تدخل في هذا الإطار أيضا لاستحصال مبالغ كبيرة توزع على الأحزاب والميليشيات والأشخاص المرتبطين بهذا الموضوع. هذا من جهة، ومن جهة أخرى هي تحاول أن تقدم نفسها إلى الشعب العراقي على أنها حكومة تنمية وحكومة خدمات، وهذا المشروع هو واحد من المشاريع التي تصورها باعتبارها مشاريع استراتيجية
للعراقيين، وهي تقدم لهم تنمية وخدمات في زعمها. القضية الأخرى يعني التي تحاول حكومة أو سلطة السوداني من خلال هذا المشروع، هي محاولة تقديم نفسها إلى المحيط العربي وإلى تركيا، باعتبار أن العراق أصبح الآن مستقرا ووضع يده أو وضع عفوا قدميه على طريق النمو والازدهار، وبالإمكان إقامة مشاريع ثنائية أو جماعية معه، يعني لأجل إيجاد نوع من التنمية والازدهار في المنطقة. هذه المسوغات وغيرها ربما يعني من خلالها تحاول سلطة السودان العمل على هذا المشروع والمبالغة به إلى طيب حد كبير جدا. المعوقات التي تقف أمام تنفيذ هذا المشروع والتي تحدثت عنها، برأيك ألم تأخذها الدول الإقليمية التي شاركت بالتوقيع على هذا المشروع على محمل الجد؟ ألم يعني تتخذ لربما إجراءات احترازية لتلافي هذه المعوقات؟ بودي أن أشير إلى أن ما حصل هو مذكرة تفاهم وليس اتفاقيات تفصيلية حول هذا المشروع، وهناك فرق كبير بين مذكرات التفاهم وبين الاتفاقيات النهائية والتفصيلية في مجال ما. لا شك أن الدول المعنية عربية كانت أو تركيا ستدرس مدى جدية السلطة في بغداد ومدى استعدادها الحقيقي لتنفيذ التزاماتها في هذا الإطار، ولذلك هي لم تتسرع و يعني تقدم أو توقع اتفاقيات تفصيلية ومتكاملة، وإنما هي مذكرات تفاهم أولية حول هذا الموضوع. وربما عندما تدرس الالتزامات العراقية وتتضح الأمور أكثر ربما ستتغير الصورة بشكل أو بآخر. إذا أردنا الحديث هنا عن إيران وموقفها من هذا المشروع، ما الموقف الإيراني من هذا المشروع؟ لا سيما كما تعلم أن الأحزاب الحاكمة الآن هي بطبيعة الحال موالية لإيران وتأتمر بشكل أو بآخر، تأتمر بأمرها. لا شك أن إيران تطمح لأن تكون هي المعبر في هذا المجال، أعني مجال نقل البضائع من جنوب الخليج العربي وبحر عمان إلى تركيا أو عبر تركيا إلى الاتحاد الأوروبي والعالم. لذلك هي لن تسمح بمثل هذا الأمر. تركيا إيران دولة لديها برنامج، هذا البرنامج نعم توسعي استعماري يخدم بالدرجة الأولى مصالح الدرجة الأولى والأخيرة، يخدم مصالحها، ولكن هذه الميليشيات الموجودة في العراق تتصرف بعقلية اللص أو نهاز الفرص، وهناك فرق بين عقلية الدولة التي تتحكم بالمشروع الإيراني وتحاول أن تهيمن من خلاله على المنطقة، وعقلية اللص أو نهاز الفرص الذي يحاول أن يغتنم فرصة سانحة عابرة. المشروع الذي فيه معوقات كثيرة داخلية وخارجية عديدة، وموضوع الميليشيات بحد ذاته، سيطرة الميليشيات على أجزاء واسعة جدا من العراق وعلى أجزاء واسعة من المجال الذي سيمر به خط التنمية أو طريق التنمية كما هو متوقع، تجعل من هذا المشروع عرضة للتعويق وعرضة للإشكال الجدي. نعم، إذن أشكرك جزيل الشكر، ضيفي عبر سكايب رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر الأستاذ مصطفى كامل، أشكرك جزيل الشكر.